دائرة المحاسبات هي كانت قبل مكلفة بتلقي التصاريح وما كانت عندها حتى سلطة رقابية على هذه التصاريح، معناتها كأنها مكتب ضبط تكتفي بالتلقي وهي تصاريح موضوعة على ذمة العدالة إذا ما تم معناتها إذا ما تم طلبها من دائرة المحاسبات. هذاك علاش نعتبروه مشروع مهم، وهو يندرج في إطار تطبيق مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد اللي تنص على مثلا المسائل وجوب ملائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية الأممية، تقتضي منا إصدار مثل هذا التشريع اللي تعتبر الاتفاقية تعتبر أنه التوقي من الفساد ومحاربته يقتضي إيجاد آلية تمكن من تتبع نمو الثروة لدى بعض الموظفين العموميين وبعض الأشخاص الذين يتولون مناصب هامة سياسية أو إدارية في الدولة. كذلك مع الدستور التونسي يقتضى فصل 10 و11 و15 و90 أنه تسيير دور الدولة يجب أن يخضع لمبدأ الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وكذلك ألزم الدستور التونسي فصل 11 كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة بقيام بالتصريح. يعني هناك تنصيصات وجوبية، تنصيصات دستورية في هذا المجال. معناتها بالنسبة للقانون الجديد فما واجب التصريح، لكن ما فما حتى شيء ما وراء هذا الواجب، ما فماش أي عقوبة منصوص عليها وأي رقابة سواء كانت من قبل دائرة المحاسبات أو من قبل أي هيئة أخرى. في الفصل 14 أنا أقول الامتناع على التصريح العقوبة متاعه وحكاية فارغة اللي عاملينها في الفصل 14، أنا أقول اللي يمتنع عن التصريح يجب أن يكون الامتناع هو يساوي استقالة أوتوماتيكية من المسؤولية اللي هو فيها. الفصل 5 على شنو أحكي لنا؟ أحكي لنا على الـ يعطيوه كيفاش يعطيوه مدة 60 يوم باش يقوم بالتصريح بالمكاسب متاعه بعد ما تخرج النتائج متاع انتخابات أو غيره. علاش يا أخوي نستنى أنا حتى بعد تخرج من قبل ما يقدم الترشح متاعه في تقديم الترشح متاعه؟ فيما يتعلق بقصة الأجل، هو أجل 30 يوم الموكول أو الممنوح للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للنظر في مشاريع القوانين في التصاريح وتثبت فيها وإعلان الأشخاص المخالفين أو التصاريح المنقوصة. أجل 30 يوم هو أجل مستحيل خاصة وفق الموارد المادية والبشرية الحالية اللي تعمل بها الهيئة. كذلك اقترحنا أن إضافة أن يقع التنصيص على ضمن التصريح على أن المصرح لما يقدم التصريح بالمكاسب أن يتولى تضمين الممتلكات الراجعة لقرينه لزوجته ولأبنائه القصر وأن لا يقتصر على ممتلكات الشخصية هو فقط. فما قائمة تاع الناس المعنيين بالأمر بالقانون هذايا، فما قائمة يا ما أهمها في البلاد هذه رؤساء الأحزاب والأحزاب والنقابات هم يتصرفوا في أموال عمومية وما أدراك من أموال عمومية. وينهم في القائمة متاع الناس اللي يصرحوا بالمكتسبات تحت متغيبين؟ من يقوم بتنفيذها؟ المواطن المطالب دائما بتنفيذ القانون، وإذا ما نفذش القانون يطبق عليه العقوبات، في حين أنه أصحاب القرار والوزراء ومجلس نواب الشعب ولا الأشخاص المعنيين بالقوانين ما يطبقوهاش، ما فماش متابعة، ما فماش رقابة. عندنا ثقافة مرسخة في الدولة التونسية، ثقافة الإفلات من العقاب. هو يعتبر الحلقة الأخيرة في طريق التشريعات القانونية اللازمة للتصدي لمكافحة الفساد والتوقي منه.